موجود مع زميلي معالي وزير الصحة الدكتور باسل الشيخ الدكتور باسل الصباح لوكيل وكلاء وزارتي الداخلية والصحة للاطلاع على تجهيز المحجر المعد لمصابي فيروس كورونا المستجد من منتسبي وزارة الداخلية. الهدف الأساسي هو أولاً يعني تجهيز كل الإمكانات وتسخير كل الإمكانات اللازمة لإخواننا منتسبي وزارة الداخلية من، وهذا هو كان نادي الضباط، والآن سخرنا كل إمكانيات لاستقبال ورعاية حالات المصابين من منتسبي وزارة الداخلية. نسأل الله إن شاء الله أن يحفظهم من كل شر وأن يحميهم ويمكنهم من حماية بلدهم ضد هذا الوباء. الأخوان في وزارة الصحة مشكورين، ما قصروا، وفروا الطاقم الطبي وكل الأجهزة والمعدات الطبية اللي تمكنهم من تقديم كل الرعاية الصحية المناسبة. الأمل إن شاء الله أن هذا الوباء يزول عن الكويت وعن كل الكويتيين والوافدين المقيمين على أرض هذه البلد الطيبة، وأن يحمي الجميع ويحفظنا إن شاء الله من هذا الوباء. الإجراءات اللي قاعد نسويها ما هي إلا جزء بسيط نقدمه لرجال الصفوف الأولى ورجال وسيدات الصفوف الأولى من خواتنا وأخواننا العاملين بالصفوف الأولى، وهذا يعني أقل شيء ممكن نقومه ونسهر على رعايتهم. والتوجيهات دائما لنا من القيادة السياسية ومن سيدي حضرة صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد وسيدي رئيس مجلس الوزراء يعني توفير كل ما أمكن من إجراءات لتسهيل على أخواننا وأخواتنا وأخواننا في الصفوف الأولى، سواء منتسبي وزارة الصحة الكرام أو زملائي منتسبي وزارة الداخلية الأفاضل. المحجر على عيادة تعمل بشكل مستمر 24 ساعة، يقوم في هذا المحجر يعني أربعة أطباء، طاقم طبي كامل يتكون من أربعة أطباء وسبعة من الممرضين وأيضا سبعة من الصيادلة والإداريين اللي يقومون على متابعة العمل وتزويد هذا العيادة بالمستلزمات الطبية المطلوبة والأدوية. طبعا أيضا الحمد لله يعني الأمور في المحجر تمشي بشكل منتظم ومستقر، واليعني الجميع هنا يتمتع إن شاء الله بصحة جيدة. واليوم إحنا في زيارة للإطمئنان على حسن سير العمل وأيضا على المصابين في وزارة الداخلية.